أثبتوا أن الإيمان يمان والحكمة يمانية. ارحل وعارك في يديك، هذه سفينتك الكئيبة في سواد الليل تبحر في الضياع. لا أمان ولا شراع، تمضي وحيدا في خريف العمر. لا عرش لديك ولا متاع، لا أهل لا أحباب لا أصحاب لا سندا ولا أتباع. كل العصابة تختفي، كل العصابة تختفي صوب الجحيم، وأنت تنتظر النهاية بعد أن سقط القناع. الآن مع قصيدة للأستاذ عبد الكريم المطري فليتفضل. نعتذر قبل المشاركة إلى الشيخ حسين محمد علاو ابن عم الشهيد يحيى علاو رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا باسم أطفال فلسطين، أنا بتكلم الآن باسم أطفال فلسطين، وأصفقوا الأطفال فلسطين أول. أقول طبعا اسمي الشيخ حسين محمد علاو. قال طفل فلسطين بيقول من التين والزيتونة من زهرة العنب من الأرض من سطح القمر من سماعنا من الطفل ذي قد عاش في قمع مرتهب من العم ذي كانت مناهكي لنا تنادي بأعلى صوت وفي صوتها شعب نداعا إلى من ما يجيبون دعنا. وكم طفل يسألها لما بيتنا اختلط من دي حرمنا أن نعيش في ديارنا، تقول له تركناها من الهم والتعب فبنستطيع العيش فيها لحالنا. نعم يا حبيبي لابد الغاز ينسحب، نلعب يا حبيبي لقد الغاز ينسحب في الارض عرضها عرضها تراها دمعنا. كفى مطلع الصبرة، كفى الدم ذي سقف، كفى القبر ذي عواقب قوافل عيالنا، كفى الشيخ ذي كان الشهيد وحبيب اب، كفى دم هؤلاء. فنقول في سؤالنا لما هكذا الرحمن يا اخواننا العرب، ومن ذيك تفعل فاليهود حين باعنا. فتبا ليهودي هو حلفه وما كسب، وتبا لمسلم ما يهمه رجوعنا. سمعنا خبر يا طال المرجع الوقت تف دماء الضحايا، هل هما من دمائنا؟ وهل كل شبل من بلادي قد اغتصب؟ وهل ديننا قد حط فينا في غيرنا؟ فلا والفلا والبيت ديك منتصب، وفضل الى ما الكفر بالموت خافنا ولعنه لمن جامل. وفي منطقه كرب وفضل يهود الغرب، وان كان جودنا نعجب بكم العجب ما فازنا عجب. بنضحك وآثار الدموع في عيوننا، نجيب الجراح نستاذ في كل يوم عضب، ودي يجرحونا قدروا في عيوننا من العين عن اسماء في المعتبر عضب، وهيهات عن اسماء باسماء تدرونا فعلى اسمنا مجموع، واذا كان سحب وقوتنا يا كوت يعني حدودنا. والسلام عليكم ورحمه الله.